تقول أتريد ترك التبرج وتقول لا شأن لك بي، ماذا علي أن أفعل؟ هل أتوقف عن نصحها؟ أبوك موجود أم لا يا عمرو؟ عموما الله يقول فذكر إن نفعت الذكرى، للعلماء في هذه الآية قولان، أحدهما فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع، إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فلا تذكر. هذا وجه في تفسير الآية، وثمة وجوه أخرى.